عندنا كذا شباك في المسجد الأقصى، المسجد القبلي في الرواق البوسطاني، تم تكسيرهم من قبل سلطات الاحتلال. شغل يدوي. من هيك تقريبا كل شباك بيستغرق معنا حوالي 6 شهور شغل. ونوافذ تعلو المساجد والكنائس أمسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالألوان، فهو يقول لا بل هكذا، فتقول لا بل هكذا.